اما يوصل لناقص 3 سالب 6 سالب 6 يقوم يعمل ايه؟ ساكشن فورس يخلي الالبرايت يبقى ايه؟ اكسباندد. يبقى البريشر كان هنا كام؟ 760. اما عملنا اكسبانشن يبقى كام؟ 759. يبقى البريشر هنا اوطى وهنا البريشر ايه؟ اعلى لانها كام؟ 760. يبقى يحصل ايه؟ رش. كلمه رش تساوي كلمه بوش يعني تساوي كلمه بروبيل يعني تساوي كلمه موف. موفمنت اوف ذا اير من الاتموسفير انتو ذا لانج اللي هم 500 سي سي اللي هم يساوي فايدا الكل. مش دي كانت ناقص 3 اللي هي 57 هي هي يعني خلاص كده تمام؟ طيب يبقى ده الميكانيزم اوف انسبيريشن. ده الميكانيزم اوف ايه؟ انسبيريشن. الانسبيريشن يا جماعه بس يا بقى از ان اكتف بروسيس. اسألنا ايه؟ اكتف بروسيس. علشان بيحصل فيه كونتراكشن للديافرام والاكسترنال انتر كوستال ماسل. يبقى الانسبيريشن ات از ان اكتف بروسيس عشان بيحصل كونتراكشن لمين ومين؟ للديافرام اند اكسترنال انتر كوستال ماسل. خلي بالك معايا مين اللي بيشغل الدايفرام ومين اللي بيشغل الانتر كوستال ايه؟ بص هناخدها درس كامل ان شاء الله. في ايه بقى اهو؟ في المدلة او لونجاتا سنتر يسمى انسبيراتوري سنتر. ده كلمه دلوقتي انما هناخده درس كامل. انسبيراتوري سنتر ده درس كامل. فالانسبيراتوري سنتر لما يحصل له ستيموليشن يبعت امبلس عن طريق تراك. التراك دي نازله ولا طالعه؟ يبقى اسمها دي السند. موتور نيرون او تراك. دي السند موتور تراك اسمها ايه؟ دي السند موتور تراك. هذه التراك بتعمل استيموليشن لده. ده مين؟ بصوا ادي كده انتير هورن سيل وادي كده انتير هورن سيل وادي كده انتير هورن سيل. ده بتاع سي 2 3 4 5 اللي هو مين؟ كلينيك نيف. جاي لي من فوق ادرس فيراتوري سنتر اهو يا جماعه. التراكت اللي نازله دي بقول عليها ايه؟ قول ديسيندنج موتور تراك. تنزل تروح على مين يا معلم؟ على الانتير ولا البوستير ولا اللاترال؟ انتير لانها ماسل. يبقى هتروح على الانتير هورن سيل دي بيقول عليها ايه؟ سباينال. قول يا سباينال موتور سنتر. قول كده بقى سباينال موتور سنتر. يبقى عرفت جديد بقى النهارده ان الانتير هورن سيل اسمها ايه؟ سباينال موتور سنتر. يبقى التراك دي لما تنزل تعمل استيموليشن لده وتعمل استيموليشن لده وتعمل استيموليشن لده يبقى كده شغالين كمان يا معلم. طب السرفايكال بعدها مين؟ السراسه. انتير هورن سيل انتير هورن سيل انتير هورن سيل دي بتنعز تعمل استيميليشن لده وده 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 يبقى عامل استيميليشن لمين؟ للانتر كوستال نيرفز اللي غذت مين؟ الانتر كوستال ماسل. يبقى اذا امبلسز ديسشارج فروم ذا انسبيراتوري سنتر فايا يعني عن طريق الديسندنج موتور تراك اللي هتعمل استيميليشن للسباينال موتور سنتر ان سيرفايكال ريجن 3 و4 و5 اللي هي كريف نير والاول سباينال موتور سنتر اوف سوراس عشان تغذي مين؟ الانتر كوستال نيرفز عشان تغذي الانتر كوستال ايه؟ يقولوا ايه؟ اما ينزل الدايفرام لتحت هيزود الفيرتيكال دايم خلاص قلناه خلاص يعني لسه جاي. اما نعمل كونتراكشن للاكسترنال انتر كوستال ماسل يقوم يحصل حاجه اسمها انكريز ان ها هيحصل ايه بقى؟ كان في كده ايفرجن كان كده في ايه؟ ايفرجن حصل ايه؟ كان في كده ايفرجن حصل ايه؟ يبقى مين اللي زاد؟ ترانزيفرس. وبعدين دي مشت لقدام يبقى الانترو بوستير صح ولا لا؟ اهي دي مشت لقدام اهو كده كان في ايفرجن اما يحصل لها كونتراكشن تعمل كده يبقى مين اللي زاد؟ وبعدين دي البشاوره يعني اللي هو لسه بتطلع لقدام مين اللي زاد؟ وبعدين يحصل لها تبقى وبعدين تطلع لفوق يبقى الانتروبوستيرو دايمتر يزيد. بص
عارف ايدي كده عامله زي ايه؟ زي ايد الجد. يعني الحته دي اهي زي ايد الجد. وبعد كده لما تطلع كده يبقى رفعت ايد الجد. اهي ثاني بالقلب. ادي الجد اهو. اهو صح؟ ايد الجد اللي بتبقى نايمه كده عليه. اما تيجي ترفعها لفوق تطلع كده يبقى ايدي وهي كده زي ايد الجد. اما تيجي تشيل بقى الجردل من ايدين فالايد بتطلع لفوق يقولوا عليها باكت هاند موفمنت. اسمها ايه؟ باكت هاند موفمنت. يبقى الاكسترنال انتر كوستال ماسل زي ايد الجردل. الجردل وهو محطوط بتبقى ايده نايمه على حرفه، صح ولا لا؟ اما تيجي ترفع الايد بتاع الجردل ديت يقوم الترانسفيرس دايمتر ايه؟ يزيد. يقولوا عليها يا جماعه باكت هاند موفمنت. اسمها ايه؟ باكت هاند موفمنت. يبقى الانسبريشن اكتف ولا بس؟ هترد يا اكتف ليه؟ يعني بتتكلم في الانجليزي عشان بيحصل كونتراكشن بتاعت الاكسترنال انتر كوستال ماسل اثناء الانسبريشن. انهي دايمنشن بيزيد؟ اوه دايمنشن اوف ذا شيست. ياخد مين معاه؟ اكسبانشن اوف ذا شيست. ياخد مين معاه؟ الفاريبل ليه؟ يزود مين؟ السبيس ما بين الفاريبل والجسم. يعني ايه يعمل في البريشر؟ يعني يوصل من كام لكام؟ من سالب 3 الى سالب 6. تمام؟ يبقى كده الترانس نيورال بريشر يزيد ولا ايه؟ يزيد صح؟ لان هنا كان 760 بقى هنا وهنا 754. ايه؟ مش هنا. فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ يبقى هو بص اهو ادي 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 الاردلوي وادي دول. مش هنا كان 760 وهنا ناقص 6. ناقص 6 يعني تساوي كام؟ 754. الترانس نيورال بريشر، الترانس نيورال بريشر هو الفرق ما بين الانترا بالمونري والانترا برونر بريشر. يعني هنا 760 ناقص 754 يساوي كام؟ سالب 6. لصالح مين؟ لصالح مين؟ لصالح الانترا البر بريشر هو اللي هيزيد. يقوم يعمل اكسبانشن من لنج. يعني واحد بيضغط من تحت. ده في الريس. احنا بنتكلم اثناء الانسبريشن بقى. احنا بنتكلم اثناء الانسبريشن. ايوه طبعا ما احنا عايزينه يقل. ليه؟ عشان لما يقل اكتر يقوم ده اللي يضغط. بص ده 754 وده 760. مين الاكبر؟ الانترا البرا بريشر يقوم يضغط على الدولار يقوم يوسعها وده المطلوب. عشان لما يوسعها يخلي 760 759. فهمتني؟ هو زي ما هو كده 760 وده 754. يبقى ده 760 وده 754. مين الاكبر فيهم؟ الانترا البرا بريشر يقوم يعملها في الالبلاي يوسعها ولا يكرمشها؟ يوسعها. اما يوسعها يبقى كده مثلا يبقى 760 ده هيبقى كام؟ 759. ليه؟ علشان السايز زاد. اما الحيز يزيد يبقى البريشر يزيد. فهمتيها؟ يبقى هنا يا جماعه في الانسبيريشن الترانس نيورال بريشر يزيد ولا يقل؟ يزيد. ما هو الترانس نيورال بريشر؟ ذا ديفرنس بتوين انترا بريشر اند انترا نورال بريشر. امال بقى لو انا بعمل فورسد انسبيريشن، لو انا بعمل فورسد انسبيريشن، لو انا بعمل فورسد انسبيريشن، لو انا بعمل فورسد انسبيريشن او حاله من الحالتين التاليتين يبقى كام حاله؟ ثلاثه. بعمل ايه الاول؟ لا كده سوري كده. ده بيحصل اصلا اثناء ايه؟ الاكسرسايز. لو انا بجري مش وانا استنى بس استنى استنى بس استنى يبقى دي اسمها ايه؟ فورسد انسبيريشن. ده اول حاجه. في الفورسد انسبيريشن العضلات النورمال اللي هي الدايفراج اند في استرنال انتر كوستال ماسل نقره. يعني مش كده. فلازم يبقى معايا حاجه اسمها اكسسوري ماسل. اسمها ايه؟ ايه بقى هم الاكسسوري ماسل؟ اهو واحد حاجه اسمها ليفيتور كوسترام. بصوا احفظوهم اسماء هتاخدوهم في البيانات وهتعرفوا اماكنهم. وحاجه اسمها سكاليناي ماسل.
هتعرفوا المكان برضه وظبط احفظوهم بس وخلاص. يعني عليك لسان هتكونوا خدتوهم سنة ثانية. سنة ثانية ما علينا بقى. المهم واحد اثنين في عضلة في الظهر اسمها سريتاس بوستير. سمعت الاسم؟ سريتاس بوستير. سريتاس بوستير. واحدة اسمها سريتاس بوستير سوبيريور يعني ماشية كده. واحدة اسمها سريتاس بوستير انفير كده. يبقى في سريتاس بوستير سوبيريور وسريتاس بوستير انفير. فاهمني؟ ايه هي وظيفتها؟ شكرا. وظيفتها كده. بصوا. لو انا عندي لو انا عندي دول كده ده كده الدايفراج ده كده الشيست يبقى دي الريبس. الريبس من فوق من فوق ونزل لتحت يبقى ده اخر ريبس. خلاص الدايفرام عامل زي ايدي كده زي ايديا كده. طب ما بيحصل له كونتراكشن اما بيحصل له كونتراكشن اما بيحصل له كونتراكشن اسمع عشان طيب اما بيحصل له كونتراكشن اهو يبقى عامل زي كده. طب ما بيحصل له كونتراكشن بينزل تحت خلاص. فهنفترض بقى ان الحته اللي فوق دي هي اخر ريبس اللور ريبس تمام اللي هي اللي فوق دي وايديا هي الدايفرام وايديا هي الايه؟ بص لي بقى اما يحصل كونتراكشن للدايفرام بينزل لتحت يوم يشد من دول على بعض يقفلهم على بعض يقفل الريبس على بعضها. طب اعملها على جسمي اشوف تفهمها ولا لا. ادي الدايفرام هنا خلاص اما يحصل كونتراكشن للدايفرام بينزل لتحت يخلي الصدر من تحت يتطبق يلمه يعني كان فيه ورقه كده مثلا اهي ورقه اهي وماسكه بريبس من هنا وريبس من هنا ورقه اهي ماسكه بريبس من هنا وريبس من هنا وحصل لها كونتراكشن اتك عليها اتك عليها اتك عليها ايوه ايوه كده فاهم اهي خلي بالك ادي الريبس اللي هي ايد اللور ليب اللي ناحيتها وادي اللور ليب اللي تحت اللي ناحيتها اهو ده فاهم ما يحصل له كونتراكشن بينزل لتحت ايوه يخش كده على بعض فاهمين ولا لا؟ فالعضله بقى اللي هي سريتاس بوستير انفيريور تمنع الانوار موفمنت اوف ذا ريبس ديورنج انسبكشن. فهمتوها؟ يبقى ده الدايفراج اخر مره معلش انا جبس ده الدايفراج ودي اللور ريب اللي ناحيه ودي اللور ريب اللي ناحيه. اما يحصل كونتراكشن للدايفراج ينزل لتحت يقوم يخلي الريبس يخش على ورا يعني بتضيق الصدر من تحت وطبعا لما اتضيق الشيست من تحت مش هعرف اعمل انسبيريشن كويس. فربنا خلق لنا عضله اسمها سريتاس بوستيريور سيفيرو اثناء الانسبيريشن بتعمل ايه؟ بتشد البرد. يبقى تعمل ايه بقى؟ بريفنت ان وور موفمنت اوف ذا لور ريبس. اوف ذا لور ايه؟ اتهمتموها؟ طيب صلوا على النبي تندي صلوا على النبي. اي واحد اي واحد اي واحد لما يجي ياخد نفس بالصوري بقى انا عندي اما اجي اخد نفس بالصوري بص البطن اما اخد نفس بص اهو اما اخد نفس بعمل كده صح مش كلنا كده اهو اما اخد نفس اهو اخد نفس يعني انسبيريشن اما اخد نفس يعني ايه؟ انسبيريشن. فاهمين حاجه؟ يعني ديورنج انسبيريشن بيحصل بالسند للدايفرام داون وورد صح؟ بيحصل بالسند للدايفرام داون وورد حلو. يبقى لما الدايفرام ينزل لتحت السايز بتاع الابدومين يقل ولا يزيد؟ هترد؟ يبقى انترا ابدومينال بريشر يزيد ولا يقل؟ يعمل فورورد موفمنت اوف انتيرو ابدومينال وول. افهمتموها؟ بص بقى يبقى اما الدايفرام ينزل لتحت يبقى السايز بتاع الابدومين يقل يبقى الانترا ابدومينال بريشر يزيد
يحصل forward movement of the anterior abdominal wall او نقول عليها bulge. bulge يعني بوز لقدام. اما البوز لقدام مين السبب في هذا الفورورد موفمنت؟ العباده يقولوا عليها abdominal breathing. abdominal breathing يعني التنفس عن طريق الدايفرام. يعني لما بطني تطلع لبره اثناء النفس اعرف ان الدايفرام سليم. يعني الدايفرام شغال. ايه اذا كان هينزل لتحت يزود يقلل الانترا ابدومينال سايز يقوم يزود البريشر يحصل فورورد موفمنت اوف ذا ابدومين. عشان كده لما الدايفرام يشتغل يقولوا عليها ابدومينال بريثنج. ابدومينال ايه؟ يبقى عندي كام بريثنج اول لغايه دلوقتي؟ واحد اسمه ابدومينال بريثنج. الثاني كوستال بريثنج. كوستال يعني ايه؟ يعني الانتر كوستال مصر هي اللي شغاله كده. ماليش دعوه بالشيء بالقلب ومن بقى. انا ببص على مين؟ على الشيست. بص يبقى اللي فوق الكوستال اللي تحت الابدومينال. مين اللي بيشغل الكوستال؟ كوستال يعني ريبس. يبقى الانتر كوستال مصر. انهي انتر كوستال؟ الانتر كوستال مصر يقول عليها كوستال ايه بريس. بص ديافرام نورمالي في النورمال مسؤول عن 75% من البريثنج او من الريسبيريشن. يبقى الدايفرام مسؤول عن كام؟ عن 75. مسؤول عن كام؟ بس هو مسؤول عن 75% بس اتس نوت اسينشال. يعني ايه نوت اسينشال؟ يعني مش ضروري. افرض باظ، طب ما الكوستا هتشتغل صح ولا لا؟ افرض الدايفرام ده باظ هتنفس ولا مش هتنفس؟ مين اللي هيخليني اتنفس؟ الكوستا. يبقى بيتنج is maintained. يعني ايه maintained؟ يستمر by coastal breathing. coastal ايه؟ يبقى عندي there are two or there are two type of breathing. واحد abdominal breathing. اثنين coastal breathing. من المسؤول عن الابدومينال breathing يا سالم؟ هو الدايفرام. يبقى descend of diaphragm downward يزود الانترا ابدومينال بريشر يقوم يرفع البريشر يقوم يحصل forward movement of the anterior abdominal wall. وكده ابقى خلصنا الميكانيزم هو inspiration. مدة الانسبيريشن 1.2. ما احنا لسه ما خلصناش. نيجي بقى على مين؟ على الاكسبيريشن. بص اسمعني صالح احنا كده اتصلي during normal expiration. قول during normal expiration no muscle no muscle ايه؟ يعني مفيش contraction لأي muscle. بالراحة هتفهم بس قول no muscle contraction occur in expiration. يبقى اكتب ولا بس؟ يبقى عكسه. خلي بالك عكسه. يبقى الانسبيريشن ات از ان اكتف بروسيس ديو تو كونتراكشن اوف ها الدايفرام اند اكسترنال انتركوستال مسل نورمال. طب ديورنج اكسبيريشن اقول ايه؟ ات از هيب ات از باسيف بروسيس ان ويتش ذير از ريلاكسيشن اوف دايفرام اند اكسترنال انتركوستال مسل. لما مفيش اكتف مسل اثناء الانسبيريشن يعني الانترنال انتركوستال ماسل ما بتشتغلش. مش احنا قلنا عندنا عضلتين، واحده اسمها اكسترنال انتركوستال واحده اسمها انترنال. انسبيريشن مين اللي شغاله؟ اوعى تقول لي بقى في الاكسبيريشن الانترنال انتركوستال ماسل شغال. لا، في النورمال انسبيريشن مفيش اكتف ماسل اكتف. في النوت اكسبيريشن امال ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ها ريلاكس. ما تقول ريلاكسيشن اند الاكسترنال. اما يحصل ريلاكسيشن يا شباب الدايفرام يطلع لفوق ولا ينزل لتحت؟ يبقى اسمها ريلاكسيشن اوف دايفرام. يقوم يقلل الشيست كافيتي اللي هو الفيرتيكال دايم صح؟ ادي اول حاجه. وبعدين مكانه العضلات عامله كده اسمها ايه دي كده؟ ساعتها الانسبيريشن كان اسمها ايفيرشن. يقوم يحصل لها ايه اللي حصل؟ يقل الترانزفيرس دايمتر. فين البشاور؟ فين البشاور؟ اهي
بس وي 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 والسترم كانت طالعه ايه لقدام تعمل ايه ترجع لورا وكانت فوق تعمل ايه تنزل لتحت وكانت تل يحصل لها ايه تتعدل صح ولا لا يبقى كده عملنا ايه قللنا الشيست ان اول هتقولها قللنا الشيست ان اول ايه بدل ما كان كبير كده بقى صغير جسم الله يبقى ادي البرايا اهي خلي بالك يبقى البرايا البلور قربت ولا بقى حاجه قربت قربت يعني ايه السايز قل ولا زاد يبقى البريشر خلي بالك ليس نيجاتيف يا جحش نس صح كان هنا ناقص كام؟ هنا ناقص كام؟ يبقى كده اسمه ليست نيجاتيف او معناها انكريز كلما زاد العدد السالب كلما قل قيمته يعني ده 6 وده 3 يبقى مين اللي قليل؟ ده قليل انما ده ايه؟ كتير يوم يعمل ايه بقى الناقص 3 يضغط على البلور صح؟ اما يضغط عليها يضيقها ولا يوسعها؟ طب هو يا نورمال اللي مثلا اقول كان 760 تبقى كام؟ 750 طب وهنا كام؟ يوم يعمل ايه؟ رش او بوش او بروبي او مو او 500 سي سي ايه؟ او الكرونزلان اللي اسمها طريق ده الفوليوم ده اول حاجه حصلت خلي بالك يبقى اللي حصل اثناء الاكسبيريشن لغايه دلوقتي ريلاكسيشن اوف ذا فريم اند ريلاكسيشن اوف انتر كوستال مصيف بتقول يا ريلاكسيشن اوف ذا فريم قول لي بتاع ايه لفوق يقلل الشيست كده 2 ريلاكسيشن اوف انتر كوستال مصيف كده فبقى انفرج يبقى الاسترز بس دايمتك طب السترنا تنزل لتحت وتفتح لورا يبقى باكورد يبقى الانتر والسترنا دايمتك يبقى الانترا بلورا بريشر يزيد ولا ايه الانترا فلور بريشر يزيد ولا ايه؟ يزيد يبقى لس يعني هتحول من كام لكام؟ يوم يعمل على الفلاي يضغط عليها اما يضغط عليها يبقى يزود البريشر اللي هو هيبقى زائد واحد يبقى 701 وبره كام؟ وهينتقل من الضغط العالي الى الضغط الواطي يبقى هيمشي من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ من جوه لبره اللي هي اسمها اكس واي بيحصل حاجتين اتنين كمان الحاجه الاولى لو انا مش ميل لو انا مش في ميل يعني انا ميل الشيست ليه ويت يعني وزن حاجه لها وزن طلعت لفوق الشيست لما يحصل له اكسبانشن مش بيطلع لفوق شويه زي الاسترنا مش بيطلع لفوق طب لما تيجي تنزل بتنزل بوزنها صح ولا لا؟ الاسترنا كانت طالعه لفوق كده الاسترنا اهي كانت عامله كده كان حصل لها فورورد وابورد وتن مش طلعت لفوق كده اهي طب لما تيجي تنزل بقى مش ده كونتراكشن اما نيجي نعمل ريلاكسيشن يبقى العضله بتعمل ريلاكسيشن ووزن الاسترنا بينزل صح ولا لا يبقى برضو اللي بيساعد في الاكسبيريشن مين الويت اوف ذا تشيست صح ولا لا انما لو كانت ميل هينزل بالاسترنا وبالويت بتاع البريست فاهمين ولا لا يبقى لو ميل هينزل بالويت بتاع التشيست لو في ميل هينزل بالويت بتاع التشيست والويت بتاع البريست دي تاني حاجه اخر حاجه بقى اللي هي طب هنقول بس اخر حاجه هسيبها لان هي عنوان الدرس اللي جاي فاهمني؟ ترايس بالمونري بريشر يقل طبعا طيب بصوا اخر حاجه هي عنوان الدرس اللي جاي هسيبها وهنشرح الدرس اللي جاي على طول بس بقى حاجه during forsan اكسبيريشن يبقى اللي هيشتغل الاكسترنال انتر كوستال ماسل سوري الانترنال انتر كوستال ماسل بقى يبقى في النورمال انسبيريشن نو ماسل صح ولا لا؟ في الفورسيت اكسبيريشن هيشتغل مين؟ عضلتين العضله الاولى اسمها ايه؟ الانترنال انتر كوستال ماسل مش احنا قلنا انسبيريشن يبقى اكسترنال والاكسلريشن يبقى الانترن نمره 1 2 انتيرور ابدومينال وول احزق كده لبره خد نفسك لبره خد نفسك لبره اهي تطلع لورا اما ترجع لورا اما ترجع لورا تعمل ايه بص 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 انا عايز اعمل اكسلريشن بص بقى اهي انسبيريشن اكسلريشن اهي اما ترجع لورا يبقى الحيز بتاع الابدومين يقل
يبقى البريشر يزيد يعمل ايه في الدايفرام؟ يعمل بلج اوف ذا دايفرام انتو ذا تشيست. بلج اوف ذا دايفرام انتو ذا تشيست يعني يخلي الدايفرام يطلع لجوه. يبقى في النورمال هنعملهم بقى كده مع بعض. اهي بصوا هتيجي ام اس كيو ما كانتش جت يعني لا الدروس ما كنتش فاشل. بص يا شباب بصوا كده بصوا معايا اكسبيريشن او انسبيريشن وهنا اكسبيريشن. لو هنا نورمال اللي هيشتغل فيه الديافرام اند ها انسبيريشن ان يبقى مين اكسبيرز انتركوستال ماسل. طب هنا نور علينا نعمل يلا بدل نضرب بالجزم. هنا بقى في الفورسيت فورسيت يبقى فورسيت ايه ريسبيريشن او فورسيت ايه اسبيريشن. هنا هيبقى سكالينال ليبيتور كوسترام احفظوهم خلاص. سريت بوستيريور انفير وسريت بوستيريور سوبير والاسترنو ماستوي خلاص. والاسترنو ايه ماستوي. هنا اللي هيشتغل مين هي ده اسمه ايه اكسبيريشن. يبقى مين اللي هيشتغل انتر انتر كوستال ماسل زائد انتر ابدومينال وول ماسل. ابدومينال وول جدول ده مهم. دول يعني يهبل ان اديشن تو قلتها امبارح يعني دول شغالين ودول بالاضافه اليهم. هو انت تفكر ان دول بس يهبل؟ لا دول شغالين. قلتها امبارح ان اديشن تو دلوقتي قلتها امبارح ساعة ما قلنا ان الدايجرام والنسبات في مصر مش هيكفوا فلازم ان اديشن تو دايجرام اند انترنال انتركوستال ماسل اكسترنال انتركوستال ماسل هيشتغل معاهم الاكسسوري ماسل تمام؟ اسهل. طيب بص بقى في الانسبيريشن بياخد 1.2 الاكسبيريشن بياخد 2.2 وبعدين يدينا حاجه اسمها اكسبيراتوري بوز مش بوز بوز اسمها ايه اكسبيراتوري بوز اسمها اكسبيراتوري بوز. عارفين الكسف مش بيبقى عليه زرار اسمه بوز؟ بوز يعني ايه يعني ستوب يعني وقف الصوت شويه. هو كده انا اخد نفس واخرج النفس واريح شويه. ده بياخد قد ايه ثانيه؟ يبقى ثانيه وثلاثه اربع ثواني. يبقى الواحد يبقى ايه؟ 1.8 و2.2 يبقى كده ثلاثه وكده واحد يبقى اربعه يبقى اربع ثواني اربعه 2 و 8 يبقى 5 ايه 1.8 يبقى كده كام دول 4 1 5 اما يبقى 5 وانا عندي 60 ثانيه في الدقيقه يبقى كل واحده يبقى طريقه كام يبقى الواحد نفس كام مره في الدقيقه 12. بص يلا الاسبيرات ريسايكل بتاخد 5 ثواني تقريبا يعني ده في النور ده 5 ثواني والدقيقه 60 ثانيه يبقى 60 على 5 12 يبقى الادلت بيتنفس من 12 الى 16 مره في الدقيقه. اصل يعني دي مش بالظبط يعني ممكن تقل شويه تزيد شويه. طيب لو عندي عيل عنده اكثر من سنه يتنفس 30 مره في الدقيقه. لو عندي عيل لسه مولود يتنفس 40 مره في الدقيقه. يبقى الاسبيراتوري ريت الاسبيراتوري ريت في النيو بورن 40 في الانفانت 30 في الادلت من 12 الى 16. 6 سؤال 6 سؤال
سنسار السبيرت ريليت في الميل ولا في الفيميل اصلا انما في الفيميل هتاخد وقت اقل علشان هتنزل بالويت اوف ذا شيست تمام يبقى هنا اقل هناخد بقى الدرس اللي بعديه بص بس عشان تبقى عارفين المحاشة حلوة يا ولد توهي بص عشان تبقى عارفين لما تروح هتذاكروا ايه ها الصفحة 20 شايف مين في ايميل اسمه توم براين شايفه ده مش هناخده النهارده اشرب عليه مش اشرب يعني اكس يعني ما خدناهوش والصفحة اللي بعديها والصفحة اللي بعديها والصفحة اللي بعديها يبقى صفحة كام 23 اقلب بقى الصفحة يبقى اسمها ايه بالمونري سيرفاكتنت دي هناخدها والصفحه اللي بعديها والصفحه اللي بعديها والصفحه اللي بعديها يبقى صفحه كام 27 هيتبقى النص اللي فوق اللي هي ايه الكومبلاين شايفينهم اللي هو صفحه 20 شايفينها النص اللي فوق ده هيتشيح مع السيرفاكتر لان هما مع بعض يعني المفروض كان يبقى في تقديم وتاخير كده مش مشكله يعني احنا هنقدمها يبقى هناخد نص صفحه 20 اللي فوق مع البطمونه اللي ايه سيرفاكتنت فاهمين ولا لا هنشرحها معاها يعني العنوان بقى بتاع الكومبلاينس ده هناخده بس مش دلوقتي هنا كتاب بايظ شايف هنا زي الشمسية مثلا الشمسية اما بنرفعها فوق كده فاهم يبقى كده حصل لها فكت يعني اما نقفلها تنزل زي الخيمة نقول عليها كوبلة طيب بس بقى خلاص بسرعة يا عم لا والله. السلام عليكم. 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 السلام عليك
يعني لازم تركز معايا. لا ما تاخدوا الكاستراكشر والحاجات كده. لا ما كابسولوجي ما خدتوش. انت عرفني عن طيب المطاطايل والسبيتايل كلين زي مش عارف ايه بس ده اللي انت عارف. انا ما تعرف ايه الاكشن والميكانيزم والحاجات دي. كاستراكشر. مش هعد من نقطه لنقطه انا متجمد عشان الدرس ده جميل قوي يعني سيرفكتن. هنبدا الاول بحاجه اسمها سيلف ستنشن. يبقى ما ينفعش الاول ابدا السيرفكتن. سيلف ستنشن الاول وبعدين سيرفكتن. صلى على النبي. لو سمحتوا للنبي عشان خاطر ركزوا شويه. نبدا. لو انا عندي اللنج كده يا شباب ادي اللنج اهي يبقى ديت اللنج وادي البرونكاي وادي البرونكاي. فاحنا خدنا لنج واحده بس كمثال يعني هنزلها بالمثال. وبعدين دي كده بتنجي كده وتنقسم الى برانشز بقى كتير. وبعدين يبقى عندي هنا حاجه اسمها البيولاي هنكبر واحده بس. حلو الكلام؟ صلوا على النبي. فبيقول لك ايه؟ دي لاين باي سنجل لاير اوف بلاك ايبيثيليال سيلز او المحاضره. سنجل لاير اوف بلاك ايبيثيليال سيلز او يقولوا عليها تايب 1 سيل. يقولوا عليها تايب 1 ايه؟ سيل. دي سنجل لاير اوف بلاك ايبيثيليال سيلز. دي ذا مين لايننج اوف لانج البيولاي عشان الناس اللي ما حضرتش. كل شويه هتلاقيني بقول حاجه في الشابتر الاولاني. يبقى ديز لايند باي سنجل لاير اوف فلات ايبيثيليال سيلز اسمها تايب 1 سيل. اسمها تايب 1 ايه؟ سيل. حلو الكلام؟ رقم 2 المعلومه الثانيه. الالبيولاي لايند باي ثين لاير اوف فلويد اسمه ثين فلويد فيلم. اما اقول فيلم يعني حاجه بسيطه. يعني مش ملانه ميه حاجه رقيقه خالص. فهنا بصوا لي كده اهو بصوا لي لو سمحت لو سمحتوا خليكم معايا الرسمه مش في الكتاب. يبقى هنا ميه ووتر وهكذا بقى ملانه. هنا كمان واحده ميه ووتر يعني ده ايه رسم كروكي. يبقى ديت الووتر مولكيول الووتر مولكيول بتاع اللنج البلاي. هما مش كتار كده بس انا مكبرها لك عشان تعرف ايه اللي هيحصل. يبقى هنا ميه فلويد فيلم فلويد فيلم فلويد فيلم فلويد فيلم اهو فلويد فيلم. حلو الكلام؟ يبقى لنج البلاي لايند باي سين لاير اوف فلويد فيلم. سهله. طيب بصوا لي بقى كده هاخد حته منهم بره حته بس عشان اشرح عليك حته هنا. يبقى ادي الميه اهي بص لي كده ادي ميه ووتر. حلو الكلام؟ بقى في كلها بقى لو سمحتوا ركزوا معايا ما تضحكوش. انا عندي كده نوعين من الميه نوع ديب ونوع على السيرفس اللي هو عند الجنكشن ما بين الاير وما بين الميه. مش هنا هواء؟ هنا في هواء. اما يخش الهواء هيخش هنا. يبقى هنا ايه؟ يعني هواء. صح ولا لا؟ يبقى في ووتر عند الجنكشن بتوين ووتر اند اير. صح ولا لا؟ يقولوا عليها اير ووتر انتر سيرفيس. مش مشكله. يبقى يقولوا عليها عند الجنكشن ما بين الاير والهواء. وفي ووتر مولكيول في النص. يعني دي ما هياش هنا ولا هياش هنا. Normally there is force
attraction يعني في قوة تجاذب between the water molecule between the water ايه؟ صلوا على النبي الصورة ايه؟ بس خلي بالك مين اهم ده بيتزق كده او بيتشد كده وده بيتشد كده وده بيتشد كده وده بيتشد كده خلي بالك كل دول بيشدوا كل دول بايه؟ بيشدوا يبقى المحصلة تساوي ايه؟ صفر لان هو بيتشد الفورسز دي ار ايكوال ان اول دايركشن يبقى من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن الناحيه دي ومن ورا ما هي الميه بقى يبقى كده المحصله بتاعتهم بتساوي ايه؟ صفر يبقى الوتر مولكيول ديت ولا هتتحرك لفوق ولا لتحت حلو الكلام؟ طب صلوا على النبي هنيجي بقى على مين؟ على السيرفس مولكيول على السيرفس ايه؟ مولكيول ما تصلي على حبيبك دي هيبقى لها قوة شد كده وقوة شد كده وقوة شد كده صح ولا لا؟ بس ملهاش قوة شد فين؟ فوق يبقى هنا فيه تنشن تنشن يعني فورس تنشن فورس بتوين ذا مولكيول اللي على السيرفس طب ما تصلي على حبيبي اللي على السيرفس دي ان اوبوزد في هذا المكان ان اوبوزد يعني ايه؟ يعني غير معاكس يعني الفورس تنزل لتحت يعني المولكيول ده يحب ينزل لتحت ولا يطلع لفوق المولكيول اللي بقى اهو العسل يحب ينزل لتحت ولا يطلع لفوق ايه ينزل ايه سهلة يبقى السيرفس مولكيول تند تو انتر او موف دي يعني ينزل لتحت حلو الكلام طب نصلي على النبي يبقى هنا في قوه تجاذب اهي وهنا قوة تجاذب وهنا الول اهو وهنا الول اهو مثلا الفرد اللي احنا نضيفه هنا وادي الول بتاع الارض دول يبقى في قوة جذب مولكيول بين السيرفس ايه مولكيول دول خلي بالك خلي بالك اه انسى كده خلي بالك بصي بقى لو سمحت الحته دي هي دي المهمة اما دي لاف تو ديب او تو موف دي بس مش كلهم هينزلوا مش كل السيرفس مولكيول دول هينزلوا لتحت واحدة اثنين ثلاثة شوية منهم اللي هيبقى قوة الجذب بتاعتها لتحت ايه؟ قوية. هبص بص هنا المسافة دي 10 سم. أما واحدة من دول تنزل لتحت. يبقى المسافة دي تقل ولا تزيد؟ تقل. ايه؟ أنا في قوة تجاذب بين دي ودي ودي واللي كانت هنا واللي كانت هنا اللي هي ده اهي صح؟ فهنقول المسافة من هنا لهنا 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 قول 10 سم. مثلا يعني اما يبقى في فورس وشد دي 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 يبقى دي هتنزل لتحت اما تنزل لتحت دول بيتزقوا بعض مش بيتلاقوا زي ما اما يتزقوا بعض يبقى المسافه دي بدل ما كانت 10 سم تبقى كام يا معلم؟ تبقى مثلا 7 يبقى الول هيبقى عامل كده اهو ويجي دي عامله كده ودي عامله كده يبقى ايه اخبار ايه الحته دي قلت ولذلك سيرفس ليه؟ علشان السيرفس مولكيول بس انما الديب مولكيول لا وتنشل ليه؟ عشان الاتراكشن فورس اللي ما بين المولكيول اللي على السيرفس تند تو موف ديب اما واحده منهم تنزل لتحت يبقى المسافه تقصر اما هنا بقى طب هنا بقى طب هنا الووتر مولكيول شويه منهم هينزلوا لجوه شويه هينزلوا لجوه صح ولا لا؟ دي موف دي يبقى المسافه دي هنقول 20 سم اما نمشي شويه تحت دي بقى كام؟ 15 يبقى لونج تند تو كولابس ولا اكسبالبس الله ينور عليك افهمتم السيرفس تنشن؟ يبقى السيرفس تنشن هي اتراكشن فورس بتوين ذا سيرفس مولكيول ولذا سمي سيرفس وتنشن لان فيها اتراكشن فورس بتوين ذيس مولكيول هذه المولكيول لو هي دي يبقى هيبقى البريشر عليها ايكوال ان بوث سايد يبقى مش هتتحرك انما اللي على السيرفس هتتشد لتحت ومن الاجناب وكده انما من فوق لا لان من فوق هواء مفيش ميه يبقى تند تو موف ديب اما تنزل لتحت يبقى المولكيول اللي باقيه تلزق في بعضها اما تنزل في بعضها تاخد الول ده كده والول ده كده
يبقى السايز او الوول بتاعها يقل ولا يزيد؟ يقل. يبقى هنا لو انت طبقت على دي كده يبقى هناخد دي تنزلها لتحت وناخد دي ننزلها لتحت وناخد دي ننزلها لتحت وناخد دي ننزلها لتحت. يبقى خلي بالك الميه هتشد بقى الباقي، اما تشد يبقى الوول ده او الالجراي اللي كانت كده تبقى زي ما هي ولا تصغر؟ دي بس ده كولابس. اسمها ايه؟ كولابس. يبقى سيلف اكستنشن عايز يعمل كولابس وبظلام ولا يعمل اكسبانشن وبظلام؟ بس رد يا راجل. يبقى اول حاجه السيلف اكستنشن بيعمل كولابس اوف ذا لانجز. لسه ما قلتش حاجه. انا اسمعك انتوا فاهمين بس الكلمتين اللي انا قلتهم؟ ما تسالنيش في جديد. انت عايز تسالني اسالني في اللي انا قلته. ليه دكتور ده الفيلم اللي تحت ما فيش جوه ما شاء الله. اطلع لفوق ازاي يا هبل؟ يعني دي مثلا كده مش دي مشدوده من جميع الاتجاهات؟ اخر واحده تحت، اخر واحده تحت اللي هي دي بس مضبوطه باللي فوق. حاشا فهمتي؟ يعني انا عايز اطلع لفوق، عايز اطلع لفوق في حيطه. مش مهم خلاص. دي نمره واحد، نمره اتنين، نمره اتنين. لو انا عندي اللانجا ايه؟ انتوا فاهمين اول حاجه؟ اول حاجه عملتها سيلف اكستنشن ايه؟ كولابس. ميك ظلام تن تو كولابس. تاني حاجة لو سمحت ركزوا معايا لو سمحت. بص اما اللنج هنقول دي لنج وفي البيولاي البيولاي والبيولاي 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 يبقى في كذا البيولاي. حلو؟ حلو. ودي فيها سيرفس ايه؟ ما ترد بقى. يبقى عايزه تعمل ايه؟ ابو دي كلها، ابو دي كلها، ودي كلها، ودي كلها، ودي كلها. اما يبقى عندي all alveoli of the lungs are tended to be collapsed. ركز. يبقى the lungs استني بص لدي the lungs easily ventilated or easily expanded or difficulty expanded. انت احمر كوارد الالفيولاي دي تند تو كولابس عشان السيرف ستيشن، ودي تند تو كولابس عشان السيرف، ودي 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 ودي. يبقى ما اجي اعمل انسبيريشن سلام تند تو اكسبان ولا تند تو كولابس؟ هترد. يبقى الانسبيريشن ايزلي ولا ديفيكالتي؟ اه ليه؟ انا لما يبقى عندي حاجه مش منفوخه انا هويه عشان انفوخه، انا بقى لو هي منفوخه شويه على طول. لما يكون عندي بالونه فاضيه وبالونه منفوخه نص ونص، انهي واحده فيهم اللي ايزلي فنتليتد؟ اللي منفوخه شويه. هنا السيرف ستيشن عايز يخلي الالبوماي ايه؟ كولابس. ودي كولابس ودي كولابس. يبقى ذا فنتليشن، كلمه فنتليشن يعني تهويه، فنتليشن يعني تهويه يعني دخول الهواء الى الالفيولار. يبقى ذا فنتليشن اوف ذا لانج از ايزلي اور ديفيكالتلي؟ ديفيكالتلي. يبقى ده عيب بيعملها السيرف ستيشن اللي بيخلي الريسبيريشن سوري الانسبيريشن از ديفيكالت. واما يبقى ديفيكالت خلي بالك، اما يبقى ديفيكالت بص لي، اما يبقى فيه غلط، اما يبقى فيه بالونه مهوية بعمل ازاي؟ صح؟ انها بتبقى منفوخة شوية. يبقى مين اللي عايزة؟ افورت. افورت يعني ايه؟ يعني ورك يعني مجهود. مين اللي عايز افورت؟ يعني هنا في هذه الحالة التي امامك عايز افورت نيد، يعني نيد مور افورت ولا ليس افورت؟ هنا مور افورت ولا ليس افورت؟ يبقى اذا السيرف ستيشن بيعمل ايه؟ بيعمل خلي الريسبيريشن از ديفيكالت اند نيد مور اور افورت. مور ايه؟ سهله.
هي يا دكتورة كنت بتسألي سهلة؟ طب صلي على الحبيب. تالت حاجة بيعملها صلي على النبي. بصي يا حد جسم الحبلات ده بالطريقة دي يا جدعان. يبقى هنا السيلف ستيشن اهو. اه ركز. يبقى هنا السيلف ستيشن اهو. سيلفز من الكور حصل فيها اتراكشن بتوين ذا ريليشن. اما يحصل فيها اتراكشن يبقى طالما بتوين ذا ريليشن. يبقى دي مين؟ بالمونري كابيلاري. يبقى دي الاردولاي ودي البالمونري ايه؟ كابيلاري. يبقى دي الاردولاي ودي البالمونري كابيلاري. يضغطوا يعني يطلعوا بره صح ولا لا؟ يبقى هيعمل موفمنت اوف ذا اير اوت وورد باي بريشر. يبقى هنا هيتولد ايه؟ بريشر صح ولا ايه؟ حاجه كبيره وخلفها صغيره بالونه كبيره وضغطت عليها من بره يبقى الهواء اللي جواها هيطلع ببريشر. بص لي بقى الاول البريشر اللي هنا بيعمل ساكشن بيعمل ايه؟ يبقى البريشر ده بيعمل ايه؟ سكشن. يبقى يشفط اللي حواليه. ايه اللي حواليه؟ اللي حواليه البلمونري ايه؟ كابيلاري. يبقى هيسحب فلويد من اهو يحطه هنا. يسحب فلويد من اهو يحطه هنا. يسحب فلويد من هنا يحطه هنا. الاول ينزل هنا الاول في الانترستيشن فلويد وبعد ما يروح للانترستيشن فلويد يخش على اللان. يبقى كده حد يقول كده الالبراي فيها سن فلويد فين ولا مور فلويد؟ مور فلويد. اما يبقى اللانج نورمال فيها هواء بس ما عدا السن فلويد فين ده لا يحسب. يبقى اللانج المفروض فيها ايه؟ المفروض هواء. هنا في هذه الحاله هيبقى فيها ايه؟ فلويد ميه. الميه دي اما يخش الاكسجين هنا يعدي بسهوله ام بصعوبه؟ بصعوبه. يبقى كده غلط صح ولا لا؟ اما يبقى في ميه في الالبراين اسمها بالمونري إديما. اسمها ايه؟ بالمونري إديما. يعني ايه إديما؟ يعني في ميه في الالبراين اسمها بالمونري ايه؟ بالمونري إديما. يبقى دي تالت حاجه اسمها بالمونري إديما. تاني انا عندي الالبراين اهي تاني يا جماعه لو سمحت معلش يعني استحملوني الدفن ده. يبقى ده الالجولاي ما يحصلها كلها يبقى هتعمل بريشر. البريشر ده هيخلي الهواء ايه؟ يطلع لبره. بس اسمه بريشر وخلاص. البريشر ده يا جماعه بيعمل ايه؟ قول ساكشن. اول ما اقول لك ساكشن تعمل كده. يبقى دي ساكشن. يبقى اما يعمل ساكشن يقوم ياخد الميه من هنا في الاول يحطها في الانترستيشال ايه؟ في الاول وبعدين يمشيها فين؟ في الالجولاي. يبقى الالجولاي بدل ما كانت مليانه هواء هتبقى مليانه ميه. وده وحش لان الاكسجين اللي هنا مش هيعدي بسهوله والكربون دايوكسيد اللي هنا مش هيعدي بسهوله صح ولا لا؟ يبقى اعمل لي حاجه اسمها بالمونري اربعه. يبقى كده عندنا كام مشكله؟ المفروض ما هو البلاد الار سيز والبلاد سيز والبليتلز ما بيعدوش يا هبل لانهم كبار انما اللي هيعدي مين؟ الميه بس.
يعني هنا في الكومبوننت بتاع البلد كلها وايت بلاد سيلز والار بي سيز وبليتلت وماي. مين اللي هيعدي الماي اللي مش الار بي سي لانها كبير؟ طيب يبقى كده عندنا كام مشكله؟ المهم دي في الحاجه السهله واللعيبه ده. طب بص يا ريس تاني، انا عندي هنا الالبولاي اهي وادي البلاد كامله من اللي حواليها اهي، تمام؟ اما السيلف ستيشن يشتغل يقوم يخلي الالبولاي يحصل لها كولابس، صح؟ اما يحصل لها كولابس تولد بريشر، البريشر ده بيعمل سكشن، بيعمل ايه؟ سكشن. هذا البريشر بيساوي 20 ملم متر. هو كان فاهم بريشر يعني يضغط لبره، صح؟ طيب المهم البريشر يساوي 20 والبريشر ده بيعمل سكشن، يبقى هيسحب الفلويد من البلمونري كابيلري الى الانترستيشن فلويد وبعدين يدخله في اللنج، يبقى اللنج هتتملي ايه؟ ميه. دي بسمع بالمونري ايدي رابع حاجه واخر حاجه. نعم عديها دلوقتي خلاص. خلي بالك بقى، خلي بالك اخر حاجه بس يا بص هوريك الصوره بقى بعد صور بقى مع السبوره وكده. طب خلي بالك صلاه بس صلاه بس خلي بالك صلاه على النبي. اخر مشكله اخر مشكله اخر مشكله مين اللي عاملها؟ مين اللي عامل المشاكل دي كلها؟ السيرف ستيشن. اخر مشكله عاملها السيرف ستيشن هي الاتي. صلي بقى صلاه على النبي صلاه على النبي. هو الدرس صح؟ لا والله سهل والله سهل. طيب خلاص صلي بقى. انا لو انا عندي لانج اهي يبقى دي لانج ركز. فاللانج دي الالبولاي اللي جواها ما تبس يلا الالبولاي اللي جواها اهبل يا حمار. الالبولاي اللي جواها مش كلها قد العضله، يعني السايز بتاع الالبولاي اللي جوه اللانج مش كلها قد العضله. يبقى زير ار ديفرنت سايزز اوف ذا لانج البولاي، مش كلهم قد بعض. لا ده في واحده كده مثلا اهي الالبولاي اهي، وفي واحده جنبها عامله كده، يبقى كده اللانج البولاي مش كلها قد بعضها. شايف كده؟ يبقى مش كلها قد بعضها. سهله سهله سهله. هاي سيل هنا في فلويد 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 ووتر، يعني ووتر فيلم ووتر فيلم ووتر فيلم ووتر 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 ووتر. حلو. هنا دي اسمها ايه؟ سمول قول يا البولار. طب ودي لارج البولار. صلي على النبي. اما يبقى هنا عندي 20 مولكيول مثلا يعني، يبقى قوة التجاذب ما بينهم كتير. ولو انا هنا عندي نفس ال 20 مولكيول يبقى السيرف ستنشن هنا اقوى والسيرف اقل، وهنا السيرف ستنشن هنا اقوى. كلام سهل يعني بايظ كمان. يبقى اما يبقى فيه فلويد كتير يبقى المولكيول السيرف ستيشن اللي ما بينهم القوه بتاع السيرف ستيشن تبقى اعلى. سهله؟ وهنا لو انا عندي نفس ال 20 مولكيول نفس ال 20 مولكيول يبقى السيرف ستيشن اللي ما بينهم يبقى اقل. سهله؟ اقولها تاني؟ طيب اما تبقى دي هنا السيرف ستيشن عالي يبقى اللانج تيند تو ايه؟ خلي بالك اما تعمل اما تبقى تند تو بي كولابس ركز بقى هتبقى عامله كده هتعمل كده يعني هتصغر يعني انا سكرتها يبقى الهواء اللي جواها يروح فين؟ هيطلع لبره يروح على فين؟ يروح على اللي جنبها. يبقى امتى؟ قبل امتى؟ مش امتى؟ امتى؟ زير ايه؟ انتو ذا نيبرنج يعني ايه نيبرنج؟ المجاورة نيبرنج ارض الله. خلي بالك يبقى الصغيرة تصغر صح؟ مبروك الصغيرة صغرت أكتر. طب والكبيرة؟ سهل ولا صعب؟ يبقى الصغيرة تبقى مور سمولر واللارج تبقى مور لارج زي اللي بيحصل في مصر.
الغني غني والفقير فقير. الفقير اللي مفقره اكتر والغني مغنيه اكتر. صح ولا لا؟ يبقى كده مفيش تكافل اجتماعي. مفيش تكافل ايه؟ اجتماعي. صح ولا صحش؟ خلي بالك بقى. يبقى هنا. يبقى هنا. دي عامل لكم كتير. خلي بالك. يبقى هنا. اما يبقى عند سمول ارض لاين يبقى السيرف ستيشن اللي جواها يزيد. يبقى تند تو بي كلها. يبقى الصغير يبقى اصغر. طيب هتولد بريشر اللي قلنا عليه. البريشر ده هيعمل ايه؟ موفمنت اوف ايه انتو سليبرينج ارجولاي. يبقى اللارج ارجولاي بيكام لارجر او اسمها اوفر ديستنشن. اوفر ديستنشن يبقى دي كولابس وديت اوفر ديستنشن. كده الارجولاي ستيبل ولا ان ستيبل؟ ان ستيبل. ان ستيبل يعني ايه؟ يعني مش قد بعض. كلمه ستابيليتي يعني السايز بتاعهم المفروض يكون قد بعض. يبقى دي كلمه ستيبل. طب كده ستيبل ولا ان ستيبل؟ يبقى اخر حاجه بيعملها اسمها ان ستابيليتي اوف لانج البيولاي. اسمها بقى ان ستابيليتي اوف لانج البيولاي. سهله ولا صعبه؟ سهله ولا صعبه؟ اخر حاجه. اخر حاجه على جنب اهو. ادي اللانجا وادي الالبيولار. مش ممكن بسهوله يخش لي بكتيريا ولا مش ممكن؟ فالبكتيريا اللي هنا اهي خلي بالك ممكن تعمل دامج للوول بتاع اللانجا البيولار. دي بكتيريا. دي ايه؟ بكتيريا. يبقى البكتيريا ده اهي ممكن تخلي الوول بتاع اللانجا البيولار يحصل له انفلاميشن. بكتيريا هتعمل انفلاميشن. يبقى هنا السيلف ستيشن عملت لي خمس مشاكل. المشكلة الأولى كولابس وفصلان. المشكلة الثانية كولابس وفصلان. المشكلة الثانية بالمونري إديم. المشكلة الثالثة difficult inspiration which need more effort. المشكلة الرابعة instability of lungar dry. آخر حاجة susceptible to انفلاميشن او بكتيريال انفلاميشن. خلي بالك العلاج الصحي لهذه المشاكل هي اللنج او البلمونري سيركابتن او البلمونري سيركابتن. عارف كده انا خلصت الدرس. هقول لك اقعد يا جدع. البلمونري سيركابتن بتعمل ايه؟ تحل المشاكل الخمسه بس خلاص. فاهمين بقى هنعمل ايه؟ هنعيد ام الكلام تاني. فاهمين ولا لا؟ يبقى اذا اللنج سيرفكتر بس هنقول بقى بطريقه حلوه يعني. اللنج سيرفكتر هتحل المشاكل الخمسه. يبقى اول حاجه هتعمل ايه؟ بريفنت لنج كولابس ديورنج اكسبايريشن. هنقول اثنين بريفنت بالمونري ايديم. ثلاثه ميك ذا انسبايريشن ايزي and need less effort. عكس العنوان هنا هتخلي القلب راي ستيبل. نمره اخر حاجه هتساعد في الاميونيتي اوف لانج البيولار بس اللي هو عشان البكتيريا الايه نحل بقى المشاكل ديت بالراحه اهو. بصوا يا جماعه اشرح بقى اشرح. بص طالع على نفسك لو عملت هنا كله شيء. حد مش شايف هنا؟ اهي ادي اللنجا البيولاي اهي. مين اللي مش شايف؟ مين اللي مش شايف؟ ادي اللنجا البيولاي اهي وادي الووتر مولكيول ووتر 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 وهكذا.
بص يا خلي بالك بص بقى عندي حاجه اسمها لان سيرفكتور او بالمونري سيرفكتور اما نيجي للالفيولاي هنلاقي الالفيولاي دي عامله كده ولايند باي سنجل لاير اوف فلات ايبيثيليال سيل اللي كان اسمها طيب ايه في نوع اخر من الخلايا وهو اهو اللي هي دي مثلا كده مثلا يعني هذا النوع يسمى تايب 2 سمى تايب ايه او يقولوا عليها جرانولا نيمو سايتس البي سايت جرانولا نيمو سايتس يا اما يقول عليها تايب 2 يا اما يقول عليها جرانولار نيمو سايتس سهله بتطلع لي ماده هذه الماده تسمى سيرفكتانت اسمها ايه يبقى تايب 2 سيل اسمها جرانولار نيمو سايتس مش كتيره زي الابيثيليال قليله عددها قليل لان البريدومينانس يعني السائد هو تايب 1 اللي هو الفلات ايبيثيليال سيلز انما تايب 2 ده قليل هيطلع لي حاجه اسمها لانج ايه سيرفكتور بصلي بقى اللانج سيرفكتور دي عباره عن ثلاث حاجات الارنين دول اسمهم بالميثايل جروب بالميثايل جروب يبقى عندي كام واحده يبقى اسمها دار صح يبقى اسمها ايه بال ميثايل او بالميثايل جروب واللي اسمها بالميثايل جروب طب هما كام واحده يبقى اسمها ايه دار بل ما تقولي بل ميثايل بس خلاص ده اهي اللي هي الوش ده اهو بس ده فوسفين ده ايه فوسفين قولوا عليه ايه داي بل ميثايل فوسفات داي فوسفات داي لان دي فوسفين ونازل منه حاجه كده اهو اللي هو البودي بتاعه اهو دي اسمها كولين يبقى اسمها ايه بقى يبقى اسمها ايه بص باي بالميتاداي فوسفاتيداي كولين باي بالميتاداي فوسفاتيداي كولين يبقى اول حاجه اسمها ايه داي بالميتاداي فوسفاتيداي كولين طيب الميتاداي فوسفات داي كولين هو الطاي الميتاداي فوسفات داي كولين ليسزن كولين ليسزن دول على بعض اسمهم ليسزن دول فات دول ايه فات خلي بالك فات خليك فاكر الناس ان هم اسمهم ايه فات يبقى الرسمه دي كلها على بعضها اسمها ايه فا خليها زرقاء عشان تبقى كلها زرقاء سود يبقى ده كده ايه فا خلي بالك وفيها اربع انواع من البروتين بروتين ايه بروتين بي بروتين سي بروتين دي اسمهم ابو بروتين ابو بروتين ايه بي سي دي سمعت عنهم طبعا في البروتين مكتوب فيه كذا نوع او لو مش مكتوب مش مهم يبقى فيه ابو بروتين اي وبي وسي ودي ومعاهم كمان حاجه اسمها اميون جلوبولين ايه وحاجه اسمها البومين حد مذاكر كده يبقى هنا
السيرفكتنت عباره عن حاجتين انا بقوله خلاص انا لازم اقول حاجات وانا اقول كل اللي انتوا عارفينه ازاي فرق بينه وبينكم طبعا يبقى اول حاجه ضاي بل متضاي مثبت ضاي كولي ادي واحد اب وبروتين طيب اي بي سي دي اميون وجلوبين ايه قلبه من دول كلهم بروتين وكلهم ماسكين مع بعض بكالسيوم اي كالسيوم يبقى ما هي السيرفكتنت ات از ا ميكشر يعني ايه ميكشر يلا اقول بقى ميكشر اوف ليبيد بروتين اند ايون سبيشالي كالسيوم اي ما هو اللي بيقول ضاي بل متضاي مثبة ضاي كولي وما هما البروتين ابو بروتين A B C D F اميون وجلوبرين A والقلب وما هي الايون اظن يعني ان شاء الله نكمل نكمل بقى بص يا معلم بص يا اسطى لو انا عندي الارنب ده كده اهو وادي البروتين هو ده فات ولا بروتين يا عم سيبك من البروتين قليل انت شايف ده كله ايه الارنب كله ايه كله فات يبقى فات ولا بروتين يعني كده من اراده الجزء واطلاق الكل يعني يبقى فات تمام اما يبقى فات يدوب في المية ولا ما يدوبش؟ طب لما احط زيت على المية يخش جواها ولا يطلع فوقيها؟ يطلع فوقيها يطفو صح ولا لا؟ يبقى يحصل له فلوت يبقى فلوت يرجع يدخل فوق طب حلو خلي بالك بقى بيعمل ايه؟ يجي هنا اهو يجي هنا كده اهو ويجي هنا كده اهو صح ولا لا؟ ده خلي بالك بس هو بيطلع منين اصلا بيطلع منين يا اهل بيطلع منين يا حمار ان طيب طول جرانيو بيوكو سايد يبقى اللي بيتولد هنا اللي بيتولد هنا بيعمل ايه بيطلع لفوق صح اللي بيصنع هنا يطلع لفين لفوق بيطلع هنا او هكذا بقى طب بيصنع النبي لو انا عندي اللنجة الغلاية ايه ادي مية 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 لو ما فيش دي كانت المية دي اللي على السطح البروتون اللي على السطح كانت بتعمل ايه؟ بتنزل لتحت يبقى هنا الوول بتاع الالفيولاي بعد ما كان كده هيبقى كده هيبقى صغير كده صغير كده لان هيبقى دول صغيرين يبقى الالفيولاي تندي تو كلها بس صاحبنا ده لما يجي هيعمل ايه؟ بص اهي اما يجي هنا اعملها تاني بس مش عايز امسح يبقى ادي الالفيولاي وما وادي الووتر ووتر 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 اما صاحبنا يجي اللي هو الارنب ده يجي هيتحشر ما بينهم كده اهو اما يتحشر ما بينهم يعمل ايه؟ يوسع يزقهم صح ولا لا؟ اما يزقهم يبقى المساحه الصغيره دي هتبقى ايه؟ كبيره يبقى كده بيعمل ايه في اللانس؟ يبقى هيل ان ذا لانج اكسبانشن ايه بيعمل لانج ايه؟ مش الاول كان بيعمل لانج كولابس السيرفكتنت لما جت راحت على السيرفس راحت على السيرفس لانها ما بتدوبش بالميه فهيحصل لها فلو اما تروح على السيرفس تتحشر بين الموليكيول من قبل ما تتحشر كان المسافه من هنا لهنا 20 سم مثلا اما اتحشرنا الخلايا دي اما حشرنا السيرفكتنت يبقى هتعمل كده اما تعمل كده يبقى اللنجة حصل لها ايه؟ اكسبانشن يبقى هي بتعمل ايه؟ بتقلل السيرف ستنشن بتقلل مين؟ السيرف ستنشن يبقى السيرفكتنت تقلل السيرف ستنشن ازاي؟ ان هي فلوت على السيرف يعني تطفو على السيرف فهتتحشر ما بين المولكيول اللي هي اللي على السيرف وبالتالي هتعمل لها اكسبانشن تعمل لها ايه؟ اكسبانشن يبقى السيرفكتنت كيب ذا لنج الفيولاي اكسبانشن وبت عن طريق ان هي بتعمل ايه؟
decrease السيرف ستيشن. هو دي بقى بتدوب في الميه يبقى ما بتدوبش، يبقى نط الصدر، يبقى سماها ايه الحاجه اللي ما بتدوبش؟ هيدروفوبيك يعني لا تذوب في الميه، انما هي سكتر يعني سكتر منتشره او متبعثره ما بين البلوكول بتاع الوتر اللي على مين؟ اللي على السطح، لانها بتطلع لفوق. تمام؟ نيجي هنا اتكلم انا برضو يعني؟ طيب هنا اللي هيحصل لها ايه؟ كولابس. يبقى عايزه ايه؟ مور ايفورت عشان اعمل اكسبانشن للانج ديورنج انسبيريشن. طب لما يبقى عندي بقى اللانج سيت فاكتور ها ايه اللي يحصل؟ يبقى سيت فاكتور ايه؟ يعمل ايه في اللانج بقى؟ يعمل لها اكسبانشن، يبقى البالونه منفوخه شويه، يبقى يعمل مور ايفورت ولا ليس ايفورت؟ اظن سهل. نبعد تاني، يبقى هنا هتقلل الايفورت نيد باي اكسبيراتوري ماسك. طب واحد يقول لي طب ايه يعني بنعمل مور ايفورت؟ لا، ما انت بتعمل مور ايفورت الاكس بايراتوري مصر هيحصل لها اكزوشن. يعني ايه اكزوشن؟ تعب. يعني انا مثلا قلت لك ايه؟ اعمل لي 60 مره ورا بعض نفس جامد، والله العظيم ما حطيتش، والله العظيم ثلاثه انا حطيت، والله العظيم هتموت قبل ما تعمل. لو عملت 60 مره ورا بعض نفس جامد كده هتموت، والله لا تموت، والله العظيم لا تموت. ليه هيحصل لك اكزوشن للريسبيراتوري ماسك؟ واحد نمره اثنين يحصل لك حاجه اسمها الكالوز. طيب يبقى دي قالت لي ثاني حاجه عملتها السيرفر، يبقى عملت قللت الوزن ومنعت الكولابس. مش اللنج عايزه تعمل كولابس؟ مظبوط. الكولابس ده بيحصل في الاكسبيريشن ولا في الانسبيريشن؟ مظبوط. يبقى لما السيرفكت اللي موجوده عملت ايه؟ بريفنت كولابس اوف ذا لنج. ما هي كانت اللنج عايزه تعمل كده، فما السيرفكت اللي موجوده خلتها تعمل كده بس، يبقى بريفنت كولابس اوف ذا لنج ديورنج اكسبيريشن. يبقى هون تقولوا بقى تاني، ها بريفنت كولابس اوف ذا لنج ديورنج اكسبيريشن، ها decrease the effort in the body respiratory muscle during inspiration. يبقى واحده ان واحده اكس. ثلاثه، خلي بالك بقى، مش كان السيرف ستنشن اما الالجولايت تند تو كولابس بتعمل ايه؟ بريشر. ده كان كام يا ولد؟ 20. كان بيعمل ايه؟ صح. اما يبقى عندي السيرفكتنت موجود، يبقى اللنج هيحصل لها كولابس ولا ليس كولابس؟ يبقى هتتضغط ولا مش هتتضغط؟ يبقى البريشر ده يقل ولا يزيد؟ يبقى السكشن يقل ولا يزيد؟ يبقى تاخد ميه كتير ولا قليله؟ يبقى كده بريفنت بالمونري دي مين؟ ماشي. اما اسمه هو 20. لا هو التخبط ما بين الانترا البولار بريشر، لا ده دوك ده حاجه ثانيه. ده البريشر بسبب السيرف ستيشن بسبب الفلويد فيلم اللي هنا. بس تمام. نيجي هنا بقى دي اللي عايز اشرحها. حد عايز حاجه في الرسومات دي؟ اليدين. بص يا ريس، اما كان عندي مفيش سيرفكتر، مفيش خالص، كان هنا في ميه صح ولا مش صح؟ الميه دي كانت بتعمل ايه؟ بتعمل البريشر اسمه سيرف ستيشن، يبقى تخلي اللنج الادرات ان تو كولابس. هذا الكولابس بيعمل بريشر، هذا البريشر يساوي 20. اما البريشر ده يكون موجود يعمل حاجه اسمها ساكشن. الساكشن يعني يسحب الميه من هنا يحطها هنا صح؟ هنا بقى حط بقى الايه؟ السيرفكتن ده ايه؟ ادي السيرفكتن، ادي السيرفكتن. السيرفكتن تخلي النار تعمل كولابس ولا تعمل لها اكسبانشن؟ يبقى يعني هتعمل اكسبانشن، يبقى البريشر اللي هنا ما انت بقى مش بتضغط عليها، يبقى كانك عندك بالونه وما ضغطتش عليها لحاجه خفيفه. فاهمني؟ يبقى البريشر ده هيقل، يبقى السكشن ده يقل، يبقى الميه اللي هتعدي من هنا لهنا تقل، يبقى كده كيف ذا البلاي دراي. كيف ذا لانج البلاي دراي. فاهمين يعني ايه دراي؟ يعني ما فيهاش ميه، يعني بالبنت بالمونري ايدينا. طب اما يبقى ما فيش ميه يبقى الاكسجين يعدي بسهوله والكربون دايوكسيد يعدي بسهوله، يبقى يسحب الجاز اكسجين. يس.
الكولابس مش بيفيد الاكسبيريشن؟ بيفيد الايه؟ الاكسبيريشن. اه ما انا عايز اعمل عليه عشان ما تعملش كومبليت كولابس. قول لي ليه؟ عشان لو عملت كومبليت كولابس اما دي بتعمل انسبيريشن المره الجايه هيبقى في صعوبه. فاهم؟ يعني انا هعمل كولابس اما دي تنفخ المره الجايه عايز ايفورت كبير علشان تعمل انفليشن والكلام. اخر حاجه اللي هي الدولار سيل. حد عايز حاجه في رسومات؟ الاستابيليتي بقى الابر استابيليتي سنه كام؟ 12 اللي فين؟ كويس حلو. اوروبا اوروبا. طب الكادر انت اهو 10 ساعات ادخل السبيل. ادخل البلايه اهي وادخل البلايه اهي. في هنا في ميه بس جحش وهنا في ميه. البريشر ده يا جماعه اللي كنا بنقول عليه البريشر اللي كان هنا اللي اتولد بالسيرف ستيشن عايز النانج يخليها كولابس ولا يخليها ديستند؟ مفيش سيرفات. ما اتكلمش على سيرفات في الاسم اتكلم على ديستند كولابس. يبقى البريشر ده بقول عليه كولابسنج بريشر بيساوي كولابسنج ايه بريشر. طيب بص لي كده قال هنا البريشر اهو اللي هو هيزق الهواء لبره كويس كويس. اما السيرف ستيشن ده يزيد يبقى اللانج كولابس يزيد صح ولا لا؟ يبقى البريشر يزيد. يبقى ده بيساوي تي يعني تنشن. تي يعني السيرف ستيشن ايه. طيب بص اما يكون اول حاجه بس اما يكون عندي عاملين بيأثروا على حاجه ودي بتدرسها لازم تثبت واحد يعني ما يبقاش الاثنين متغيرين مع نفس الوقت. فاهمني كده؟ فانا هعتبر ان السيرف ستيشن هنا واحد والسيرف ستيشن هنا واحد يعني ذا سيم صح؟ يبقى هتكلم على مين؟ هتكلم بقى على الديامتر بتاع ده والديامتر بتاع دي. اكيد 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 البريشر هنا يقل واكيد اكيد البريشر هنا يزيد. ليه؟ عشان السيرف عشان السايز عشان المساحه. اما المساحه تبقى كبيره يبقى البريشر يقل اما المساحه تبقى صغيره البريشر يزيد. طب بص بقى يعني اما السيرفس اريا تزيد يعني الديامتر يزيد يبقى البريشر مفروض كلمه ديامتر تساوي كلمه راديوس وكلمه راديوس يعني نصف القطر تمام او ديامتر يعني القطر يعني. يبقى هنا اما الديامتر يزيد البريشر قول يقل اما الديامتر او الراديوس يقل البريشر. يبقى حط الراديوس تحت ولا فوق؟ تحت. يعني ايه بقى تحت وفوق؟ يعني اما السيرف ستيشن يزيد البريشر يزيد اما الراديوس يزيد البريشر يقل. يعني ده تناسب طردي وده تناسب عكسي تمام. ده بيقولوا عليه لابلاس لو لابلاس لو لاب لاس لو. اسمه ايه بقى؟ لاب لاس لو. لاب لاس لو اهو يا دكتور ما انا قلت لك طول السنه مش هشرح بايو فيزكس. ليه؟ عشان هنشرحها طول السنه هو ده. يبقى هي موجوده في البايو فيزكس اسمها لاب لاس لو. اسمها ايه بقى؟ لاب لاس لو. اللي لازم تكون كابتن يا جحش لاب لاس لو. يبقى لاب لاس لو بيقول ان الكولابسنج بريشر بيساوي التنشن على الريدس وساعات بيكتبوا هنا 2 يعني 2 تي على ار 2 يعني التنشن يزيد مرتين يبقى 2 تي على ار يبقى كده بس يبقى كده البريشر اللي هنا يزيد ولا ايه؟ يزيد. يقوم يعمل ايه في الهواء اللي هنا؟ يوديه اللي جنبين. يقوم يعمل ايه؟ السمول تبقى سمول صح واللارج تبقى او اوفر ديستنشن صلى على النبي. مين اللي هيحل هذه المشكله؟ السيرفات هتعمل ايه؟ بصي بقى السيرفات في السمول الجراي تبقى كتيره. هنقول عندي هنا 20 سيرفات من الكل وعندي هنا 20 من الكل مثلا بس هنا هتبقى كونسنتريشن
وهنا هتبقى less concentrated. صح ولا مش صح؟ صح. يبقى هنا شغلها هنا اقوى صح ولا لا؟ انا بتكلم على الاحمر اللي هي مين؟ سنتر. وهنا شغلها اقل. يبقى مين اللي هيحصل له اكسبانشن؟ اكتر اكتر. يبقى الصغيره هيحصل لها اكسبانشن. ايوه شاطر. اما الضغط يقل يبقى الموفمنت اوف اير الا هنا يقل ولا يزيد؟ وكده بعملنا تكافل اجتماعي. الفقير خلناه غني والغني ما ادانهوش كتير صح ولا لا؟ يبقى كده الالبولاء ايه اللي حصل لها؟ بعد ستيبل. ستيبل يعني ايه؟ ستيبل يعني ايه؟ يعني كيبنج ذا لانج البولاي السايز بتاع اللانج البولاي كونستنت او ستيبل يعني السايز بتاع دي الاسقاط السايز بتاع دي. مين اللي حل هذه المشكله؟ السكر. طيب في حاجه كمان بتحل المشكله بتاع الاستابيليتي. يبقى اسباب بي تي اوف ذا لانج البولاي بيحصل بحاجتين. ايه اول حاجه؟ اول حاجه سيرفكتل. لانج سيرفكتل. لانج ايه؟ سيرفكتل. دي اول نوع من التكافل الاجتماعي اللي خلى اللانج البولاي تبقى قد بعضها. تاني اقولها بص بسرعه. هنا السمول البولاي بيبقى فيها السيرفكتل تلاقيها الحمراء مور كونسنتريت، وهنا السيرفكتل بتبقى ليس كونسنتريت. اما تبقى مور كونسنتريت يبقى شغلها اخطر، وهنا ما تبقى ليس كونسنتريت يبقى شغلها اقل. طب هي السيرفكتل في اصلا بتعمل ايه؟ بتقلل السيرفستيشن يعني بتقلل الكولابس يعني بتزود الاكسبانشن. فاهمين ولا لا؟ قول كل المصطلحات. اما تعمل اكسبانشن يبقى البريشر اللي جواها يبقى المومنت اوف اير من السمول البولاي الى اللارج البولاي يبقى دي هتبقى كبيره ودي برضه هتبقى كبيره. يبقى كده البولاي كيب ستيبل. ثاني حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلق في البولاي خاصيه. ايه الخاصيه؟ واحد البولاي 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 البولاي. ايه الخاصيه؟ ربنا خلقهم مثل المؤمنين في تواكيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء السهل والحمى. يعني ايه بقى؟ بص كده خلص. يعني ده هيك ده هيك. اما تعيه تعيه وعايزه تعمل كولابس يعني كده عايزه تبقى ايه؟ فقيره صح ولا لا؟ اخواتها يقول لها لا يشدوها شدوها صح ولا لا؟ يبقى اذا يا فلس لا بص. يبقى دي اما تيجي تعمل كولابس كده يعني لما يحصل لها تندنسي تو كولابس يبقى السايز بتاعها صغير. قولوا لها لا احنا ما عندناش حد صغير ولا كبير. اما تتعبي احنا هنساعدك لان احنا كلنا كتله واحده. يعني هتعملوا ايه؟ احنا هنشدك كده ونشدك كده ونشدك كده ونشدك كده ونشدك كده ونشدك كده. يبقى عامل ايه؟ بريفنشن اوف كولابس. نقول عليها بقى البرار. بص اهو انتر ديبندنس يعني ايه؟ الاعتماديه على ايه؟ على الاخر. يعني دي معتمده على دي معتمده على كلهم معتمدين على بعض. يقول عليها ايه؟ البولار انتر ديبندنس. اسمها ايه؟ البولار انتر. يبقى يا جماعه يبقى يا جماعه اللي مستعجل يتفضل يشوف حدش خالص بعد كده يقول لي خلاص. اللي مستعجل يقول لي لو سمحت انا عايز امشي اتفضل. البولار استابيليتي بتحصل بحاجتين. الحاجه الاولى اسمها سيلف ستيشن. الحاجه الثانيه اسمها البولار انتر ديبندنس. انتر يعني ما بين حاجات متشابهه ما بين الالبولاي والالبولاي والالبولاي. ديبندنس يعني معتمدين على بعضهم. لو حبيت اسال سؤال واقول اللي هي الحته اللي في صف التشريف ايه؟ بس خدناهم كلهم يعني خدناهم. لو انا عايز اقول لك ايه الحاجات اللي تخلي اللنج يحصل لها كولابس وايه الحاجات اللي تخلي اللنج يحصل لها اكسبانشن، هل اسمع اجابه؟ ايه الحاجات اللي تخلي اللنج يحصل لها كولابس وايه الحاجات اللي تخلي اللنج يحصل لها كولابس؟ السيرف ستيشن يعمل ايه؟ كولابس. ادي واحد. ايوه ايوه ان شاء الله ان شاء الله. يعمل كولابس
يا بني مين اللي قال الاسك بيقول انا سمعت الاسك بيقول الاستك في كوين اوف ذا لانج الاستك فاكرها قلتها امبارح يعني اللانج يا جماعه اللانج سري بس يلا بس يا جحش ادي اللانج عامله كده عباره عن كولاجين فايبر مصنوعه من الكولاجين فايبر والالاستيك فايبر والالاستيك ايه فايبر يعني زي الرابر زي الاستك يعني اما يحصل لها اكسبانشن يبقى عايزه تعمل ايه ترجع تاني يبقى اسمها ايه بقى ترجع تاني؟ ها لف وارجع تاني اسمها ايه؟ لا اسمها الاستيك ريكويل اوف ذا لانج اسمها ايه؟ الاستيك ريكويل اوف ذا لانج يبقى هنا اسمها الاستيك قولي اه ريكويل اوف ذا لانج ادي واحد اثنين هنا في مين؟ السيرفيس تنشن طب ايه الحاجات اللي بتعمل اكسبانشن؟ سيرفكتنت اوف ذا لانج صح؟ مش هي بتعمل كده؟ ماشي ايوه مين اللي قال انترا برونال بريشر؟ شاطر يالا فين اللي قال انترا برونال بريشر؟ انترا برونال بريشر اما يكون نيجاتيف بيعمل ايه؟ سكشر يعني يوسع الادرار الحاجتين ده اللي عايز اقولهم وهنمشي خلاص ما عادش الا دقيقتين بص يا دكتور بص احط الحاجات اللي جميله اقف ورايا كده زميلنا ده دي الريبس دي مين الريبس تعالى يبقى دي الريبس دي مين الريبس سوري دي الريبس ده الفيرتبرال كول انا الاسترن انا مين صلوا على النبي مش عايزها تاني مش عايزها تاني يا محمود انا الاسترن خلاص بس انا مستر يبقى اللي ورايا اسمك ايه احمد ايه احمد ساع هو الفيرتبرال كولر طبعا الضلوع بس الضلوع ماسكه في الفيرتبرال كولر عشان تمسك في مين في الاسترنا من قدام مش كده لا نورمالي الضلوع دي اوعى تتخيل ان هي خشب اوعى تتخيل ان هي من العظم يعني خشب لا ده فيها الاستيك فايبر عظم غير العظم له كاركتر معينه لان فيه الاستيك فايبر خلي بالك بقى بص هي نورمال كده افهمني بس عشان عايز اقول كلمه انا بقولها كله عشان كلمه في الكتاب يبقى الريبس نورمال مخلوقه كده كده قولي يعني ايه قولي اما شدي ليه ما بتعليش بسكول تمام نورمال هي كده وكان شدينها غصب عنها بس هقول شويه غصب عنها غصب عنها ولزقناها في السر اهي فاهمين ولا لا؟ بصوا بس عايز اقول ايه بقى؟ بصوا عايز اقول ايه؟ لو قطعتها من هنا وقطعتها من هنا هتعمل ايه؟ تفور صح ولا لا؟ يبقى ذا شيست وول تند تو اكسبانش يبقى الشيست وول دي انتوا ايه؟ تيكينج ويز اف برايت البلورا يؤدي الى ديكريز الانترا بلورال بريشر صح ولا لا؟ يقوم يعمل سكشن ايه؟ فورس يبقى بص الشيست تيند تو اكسبان يبقى في كام حاجه عايزه تعمل اكسبانشن لللنج بص يا فتى من بره الجول اكسبانشن اوف ذا شيست اثنين ديكريز الانترا بلورال بريشر خش جوه لانج سيكريشن اكسبانشن اوف ذا شيست الانترا بلورال بريشر طبعا اما اعمل اكسبانشن هاخد البرايت بلور يبقى يقل البريشر يبقى ديكريز الانترا بلورال بريشر خش على جول البرايت لاي السيكريشن يبقى ذا شيست دول بيهيف يعني ايه بيهيف؟ الاكسبانشن ولا الريكويل؟ الاكسبانشن اما نجري اللنج شكرا يا اما نجري اللنج اللنج فيها الاستيك فايبر يبقى هيعمل الاستيك ريكوير ادي واحد اثنين سيرفس تنشن سيرفس ايه؟ نجري ثلاثه الاكسبيراتوري ماسل الانسبيراتوري ماسل اللي هي الدايفران
كلمة بالمونري إديمة تساوي كلمة إيه؟ أتلكتزيس. معادنا